وهذا سائل يقول بعضهم يقول إنه لا بأس أن تحب الكافر محبة طبيعية كمحبة الزوج لزوجته الكافرة وكذلك محبته لقريبه، هل ما يقوله صحيح؟ هذا خاص بالزوجة مع زوجها، ما تحب الكافر أبدا، لا تحب الكافر لكن تتعامل معه بالوفاء والصدق والمعاملة الطيبة لا بأس. نعم، ترد عليه المعروف إذا أحسن إليك ما يخالف، من باب المكافأة. نعم.